برعاية السيد الرئيس بشار الأسد، أقام الاتحاد العام للفلاحين اليوم احتفالاً مركزياً بمناسبة العيد 54 لتأسيسه، وذلك في منطقة السعسع بريف دمشق. ألقى ممثل راعي الاحتفال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال كلمة أكد فيها أهمية القطاع الزراعي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. في السبعينات أو في بداية السبعينيات لم يكن عدد سكان سوريا يتجاوز 7 ملايين، وكان إنتاجنا من القمح لا يتجاوز 600,000 طن تقريبا، وكنا غير مكتفين. وصلنا إلى قبل هذه الحرب الكونية وشعبنا وصل تعداده أو فاق 20 مليون، وكنا أصحاب المخزون الاستراتيجي الأميز، وليس للعام ذاته بل لسنوات متقدمة، وليس في القمح فقط إنما في كل ما أنتجتموه في من هذه الأرض الطيبة المباركة. تم تقديم كافة التسهيلات لتسليم المحاصيل الاستراتيجية لمؤسسات الدولة وبأسعار مناسبة وبغض النظر عن المديونية. تأتي أهمية الزراعة في سوريا كونها تلعب الدور الأساسي في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، وبفضل جهود الفلاحين وتضافرها مع جهود المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والفنيين الزراعيين، تحولت سوريا من بلد مستورد للعديد من السلع الزراعية إلى بلد مصدر، وحققنا الاكتفاء الذاتي والوفرة في الانتاج، وتحولنا من الندرة إلى الوفرة.